العيان بالتحديد كنعرف المشاكل اللي فيها كنعرف كذلك الحلول اللي خصنا الحمد لله راه بدينا كنشتغلوا على بعض الاشياء وما يحتاجش نطول فيها لان اللي جينا عليه اليوم اهم جينا اليوم على المستقبل ديال البلاد احنا مادام كنتكلموا على التغيير لان التغيير ما بقاش كينتظر ولا ضروري علاش ضروري واش خمس سنين ديال الجمود خمس سنين ديال والو باش نقولوها بالدارجه خمس سنين ديال والو ما يمكنش اليوم تقول شي واحد اللي ما خدامش تسنى ما يمكنش تقول شي واحد اليوم اللي بغى يداوى وما عندوش باش تسنى ما يمكنش تقول اليوم شي واحد عنده ولد وكان بغى يقرا المدرسه ما كيعرفش يمشي للمدرسه الطريق ما كايناش يتسنى هادشي كله ما بقاش مقبول في المغرب ديال 2016 ولا تيخصو يتغير كيفاش كنا التغيير وعلاش الان لاننا ما عندناش الوقت باش نزيدو نضيعو عام عامين شهر اسبوع التغيير نهار الجمعة نهار 7 أكتوبر وكلمة لكم نتوما بعدا واحد بواحد تصويت بالصباح إن شاء الله تصويت بالصباح إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله وحنا المسؤولية ديالنا غتبدا نهار 8 أكتوبر الحزب ديالنا باغي يجي هو الأول إن شاء الله إن شاء الله عندي أمنية هو مع الحاج طاهر مع اللائحة ديالو كلها الإقليم ديالي يساهم في هذا الرتبة ديال الأول واحد سيلفا كوري بغيناك ان شاء الله تكون رئيس حكومه شنو الراي ديالك؟ جاوبنا بصراحه تكون رئيس حكومه غادي نكونوا كلنا رؤساء حكومه ان شاء الله كلنا ان شاء الله ان شاء الله شرف شرف المنطقه ديال المغرب انا فخور رئيس حكومه انا فخور بكم ان شاء الله والمحمدي غادي يرجعوا لها قبل نهار الجمعه ان شاء الله نهار الخميس ان شاء الله احنا معاكم نهار الخميس ان شاء الله تبارك الله عليكم وسنه سعيده ان شاء الله إذن مشاهدي محمدية بريس في هذا البث الحي والمباشر كنتواجدوا بعين حرودة والمسيرة الحاشدة لحزب الأصلة والمعاصرة بقيادة الباكوري رئيس جهة الدار البيضاء ستات وأيضا وكيل لائحة الأصلة والمعاصرة إذن كما تشاهدون بالصورة الطاهر يرش الماء هنا الجميع تعالوا إذا كما تشاهدون بالصورة المسيرة الحاشدة لحزب الأصالة والمعاصرة هنا بمنطقة عين حرودة الناس في عين حرودة باغي التغيير ما باغيش الناس يجيو كيجيو يتصوروا بحال اللي داروا هذوك الناس وكيمشيو حنا اليوم عندنا مرشح الأبرز في عين حرودة نائب المحلى ديالي والحاج طاهر اللائحة ديالو معروفة جميعا فلنصوت على الجرار علاش غنصوتوا على التراكتور لأننا كنساهموا في التغيير على الصعيد الوطني أن الحكومة مادام فينا هو اذا لازلنا في هذه التغطيه المباشره السي الباكوري السلام عليكم شنو الرساله اللي غادي تحملوها من هنا من قلب عين حروده الرساله اللي من عين حروده وفي الحقيقه كتشابه مع الرسائل اللي بغينا المغاربه كلهم يتوصلوا بها هو انه التجربه ديال خمس سنوات للاسف
كانت محبطه لمعظم المغاربه، وحنا كنظنوا انه جا الوقت باش ناخذوا مسؤوليتنا، وهذا الشيء اللي جسدناه في شعار التغيير والتغيير الان. مسؤوليتنا باش نباشروا الانتظارات المباشره بديناميه جديده باصرار كبير، باش المشاكل، بعض المشاكل الحق لا يعقل انها تكون مازال مشاكل ديال القرن 21 و2016، ومازال كاين ملي كنسمع بعض المعاناة ديال انه الماء الصالح الشرب ما كاينش في بلايص، الواد الحار ما كاينش في بعض المناطق الحضاريه، وحتى المناطق القرويه الان خص يكون فيها كذلك هذا الشيء. المستشفى تحل بالفضل ديالكم، المستشفى ان شاء الله غادي يقبل الطريق ديالو. هذا على مستوى اقليم المحمديه، مستشفى المسالك، ولكن احنا الرساله بغيت ندير اليوم هذا الشيء احنا قادين به محليا وجهويا، في حاجه الى تغيير على المستوى الوطني باش كذلك نزيدوا في الوتيره والديناميه ديال الاستثمارات، التغطيه الاجتماعيه على الصعيد الوطني، باش هذا الشيء اللي كيدير على المستوى المحلي يلقى كذلك واحد الديناميه وطنيه اللي ندوزوا لما هو احسن. الان احنا لا كنتكلموا على النواقص وعلى العجز، بغينا نتكلموا على غدا، طموح ديال غدا، على اولادنا كلهم عندهم الحق، مغرب الغد اللي المغاربه كلهم عندهم الحق انهم يحلموا، وديك الحلم ما يبقاش كنحلموا في الشك عارف اللي راه ما غيطبقش. حنا بغينا اليوم نحلموا، وكان عندي واحد النسبه كبيره الا اشتغلت انا غادي نحققوا. اذا كلمه للجماعات الست باختصار ديال اقليم المحمديه. جماعات كنقولوا لهم جاء الوقت انه المصير ديالنا يكون بين يدينا، والكلمه نهار ان شاء الله نهار الجمعه. اذا كان معنا الباكوري رئيس جهه الدار البيضاء الكبرى.